مثل ما ذكرنا كثير من الحالات عندنا نقدر نعتبر التحميل بها ثنائي الأبعاد، وهي الحالة نسميها plane stress case. الـ principal stresses قبل شوية ذكرنا بالحالة رقم واحد قلنا مع تغير زاوية دوران المحاور تتغير قيم الإجهادات اللي ناخذها سيجما اكس داش او سيجما واي داش او التو اكس داش واي داش، وشفنا بالمثال اللي حليناه قبل شوية انه قيمة الإجهاد كانت 30 صارت الإجهاد القصر اللي هو تو اكس واي، يعني كانت بالسؤال القيمة الأولية 30 وصلت إلى 68 إلى هي أكثر من ضعف، أو 25 صارت 68 اللي هي أكثر من ضعف. معناه مع كل زاوية جاي تتغير بيها قيمة النورمال ستريس والشير ستريس. إذا راح نوصل إلى فد زوايا معينة قيمة النورمال ستريس راح تكون بها أكبر ما يمكن، وهنا قد يكون الأكبر ما يمكن هو تنشن، وبالحالة الثانية راح يكون الأصغر ما يمكن احتمال كومبريشن اللي هو أيضا معناه أكبر ما يمكن بحالة الكومبريشن، يعني إذا ناخذ الإشارة في الإشارة راح يكون أكبر ما يمكن، إضافة إلى أنه راح يكون عندنا زاوية معينة راح يصير بها الشير أو الانبلين شير مثل ما يسموه هو أكبر ما يمكن. هاي القيم اللي هي النورمال أكبر ما يمكن أو الشير أكبر ما يمكن هي اللي راح توصلني إلى حالة الفيلير بالمادة. إذن بهالحالة إحنا شنو نحتاج نشيك؟ نحتاج دائما نشيك الـ principal stresses اللي هي الإجهادات العظمى، الإجهادات الرئيسية سواء النورمال أو الشير. هاي الإجهادات العظمى هي اللي نحتاج أن نشيكها مع الـ allowable stresses للمادة حتى نشوفها تجاوزت لو ما تجاوزت. حتى نقدر نسوي هاي العملية مثل ما احنا نعرف وشرحنا قبل شوية انه الدوال سيجما اكس داش سيجما واي داش تو اكس داش واي داش هي دالة بثيتا. اذا نشتق معادلة كل وحدة من دول بدلالة الثيتا ونساويها بالصفر حتى نطلع الزاوية اللي راح يصير بيها الماكسيمم. فإذا ناخذ معادلة السيجما اكس داش ونشتقها بالنسبة إلى ثيتا راح يطلع عندي تان 2 ثيتا بي، البي معناه برنسبل وهنا المقصود بي نورمال برنسبل لأنه الشير برنسبل راح نسميه اس. هاي الزاوية راح تساوي 2 تو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي. لاحظوا التان موجب بالربع الأول والربع الثالث، اذا هذا راح ينطيني قيمتين صحيحه تحقق هاي المعادله ما بين القيمه الاولى والقيمه الثانيه زاويه مقدارها 180 درجه. هذا الحكي لما احكي عن 2 ثيتا، لما احكي عن ثيتا راح يكون الفارق ما بينهم هو 90 درجه. راح نشوف هذا هو نفس القيمه مالت الجذر. اذا الماكسيموم ستريس او المينيموم ستريس شي يساوي؟ يساوي المين ستريس او معدل الاجهادات النورمال اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 ناقص الماكسيموم شير، ماكسيموم ان بلين شير. فالماكسيموم نورمال يساوي الافريج ستريس زائدا ماكسيموم شير، المينيموم نورمال يساوي الافريج ستريس ناقص الماكسيموم شير. في حالة الماكسيموم شير او البلينز او الزوايا اللي يصير بيها الماكسيموم شير راح يكون عندي نورمال ستريس مع الماكسيموم شير. مقدار النورمال ستريس اللي يطلع مع الشير دائما يساوي الافريج ستريس اللي هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2. إذن
من يجيني سؤال يريد principal stress, principal planes. ال principal planes معناه يريد الزوايا اللي تحصل بيها ال principal stress. ال principal shear وال principal plane أو shear plane معناه يريد قيمة الماكسيموم ان بلين شير والزوايا اللي تحصل بيها الماكسيموم ان بلين شير. سؤال رقم 3 state of stress at a point قبل الفشل before failure لشفت معين نعطيني اياها هنا سيجما اكس هو 20 ميجا باسكال كومبريشن سيجما واي 90 ميجا باسكال تنشن والشير نعطيني 60 ميجا باسكال سالب. شلون عرفت هنا سالب جاي يأثر على الاكس بالاتجاه عفوا هنا موجب جاي يأثر على السطح اللي هو عمودي على الاكس ورايح بالاتجاه الموجب للواي. لو هذا نازل لي جوا كان رايح بالاتجاه السالب لواي اذا راح يكون سالب لكن هنا هو موجب. اذا الكومبريشن دائما ناخذه سالب التنشن ناخذه موجب ومثل ما قلنا اذا ياثر على الاكس وباتجاه الموجب للواي فهو موجب بالاتجاه السالب للواي فهو سالب. هنا شنو المطلوب عندي؟ طالب عندي البرنسبل ستريسز واكيد البرنسبل بلينز. فحتى نطلع البرنسبل ستريسز لازم نيجي نطلع الزوايا اللي يصير بيها البرنسبل ستريسز نعوض بالمعادله مالت الزوايا راح يطلع عندي الثيتا بي ناقص 23.7 هاي اذا اضيف لها 90 درجه راح يطلع 66.3 اذا وحده بزاويه 66.3 والثانيه بزاويه سالب 23.7 الزاوية حتى تكون سالبة معناه اتجاه الدوران مع عقرب الساعة اذا هاي الزاوية راح تكون بالربع الرابع هاي راح تكون بالربع الاول. نشوف هنا الشكل هذا هاي الزاوية 23.7 اللي هي السالبة هاي الزاوية 66.3 اللي هي الموجبة. هنا اجي اعوض عن القيم مال سيجما اكس وسيجما واي تو اكس واي حتى اطلع من عندها سيجما 1 وسيجما 2. سيجما اكس عندي كومبريشن فاخذه سالب 20 السيجما واي تنشن اخذه موجب 90 على 2 هذا راح يطلع 70 على 2 35 35 هو الافرج ستريس. تعويض داخل القوس راح ينطيني الماكسيمم ان بلين شير طلع عندي 81.4 عفوا. اذا الماكسيمم راح يصير 35 زائد 81.4 طلع 116.4 المفروض والسيجما 2 هو 35 ناقص 81 راح يطلع سالب 46.4. اذا هذا طلع عندي سالب اللي هو كومبريشن 46.4 هذا طلع عندي موجب 116.4. لاحظوا مع هذا السطح وهذا السطح ما عندي شير ليش؟ لان هاي principal normal principal stress. مثال رقم 4 نفس السؤال السابق يريد من عندي هسه شنو؟ يريد من عندي الماكسيمم ان بلين شير فاجي اطلع الزوايا اللي راح يطلع عندي بيها الماكسيمم ان بلين شير طلعت عندي 21.3 اضيف لها 90 صارت 111.3 هاي بالربع الاول هاي بالربع الثاني. اعوض عن قيم السيجما اكس والسيجما واي اللي عندي بالسؤال ب المعادلة مالت الشير اللي هي الجزء اللي تحت الجذر طلع عندي 81.4 زائد ناقص مثل ما ذكرنا قبل شوية اللي هو تحت الجذر يطلع الماكسيموم شير. لاحظوا الماكسيموم شير هو زائد 81.4 المينيموم شير هو ناقص 81.4 فدائما الشير يكون نفس القيمة بالزائد والناقص
الماكسيموم موجب، اذا المينيموم سالب، اذا طلع الماكسيموم سالب اذا المينيموم موجب، وهكذا. هنا يجي يطلع الاتجاهات اللي جاي يصير بيها الزاوية. هنا هاي الزاوية لما طلعت عندي 21.3 زاوية الأولى، هذا نطاني 81.4 اللي هو الماكسيموم. إذا يفتر هذا بعد أجي هنا أنا، هذا اللي راح يصير عندي بالربع الثاني، بهالحالة راح يكون عندي بهالجزء سالب. السيجما افريج قبل شوية عرفت لكم اياه، اللي هو يمثل السيجما اكس زائد سيجما واي على 2، هذا راح نستفاد من عنده لما نروح الى طريقة مور اللي هي طريقة الرسم. مثال رقم 3. مثال رقم 3 عندي شفت، هذا الشفت معرض الى تورشن، التورشن ينطيني شير، فما عندي عليه اي اجهاد ثاني غير التورشن، اذا اللي راح يصير عندي شنو؟ اللي راح يصير عندي سيجما اكس يساوي صفر، سيجما واي يساوي صفر، التو اكس واي يساوي سالب تو، هنا ناطيني اياه سالب، لاحظ الاتجاه مالته على الاكس متجه باتجاه سالب واي، اذا هذا سالب. هنا راح يصير عندي الماكسيموم ان بلين شير، اطبق هاي المعادلة، اعوض الاكس والواي كلها صفر عندي، راح يبقى عندي تو اكس واي اللي هو سالب تو، سالب تو تربيع، التربيع على السالب راح يصير موجب، فراح يصير تو تربيع، التو تربيع يطلع من تحت الجذر زائد ناقص تو. السيجما افريج هو سيجما اكس زائد سيجما واي على 2، صفر زائد صفر على 2 صفر، اذا السيجما افريج اللي يمثل نقطة الاصل هنا أنا عندي. فبهالحالة الماكسيموم شير والمينيموم شير اللي جاي يصير على هاي الاليمنت هو التو. اذا اجي على نفس هاي الحالة واريد اطلع من عندها البرنسبل نورمال ستريس، اذا اجي اعوض بالزاوية مال ثيتا بي، تو اكس واي الها قيمة اللي هي سالب تو، سيجما اكس سيجما واي اثنينهم اصفار راح يصير صفر، اي قيمة على صفر راح يطلع انفينيتي، التان اثنين ثيتا يساوي انفينيتي، اذا اثنين ثيتا يساوي 90 درجة او ثيتا تساوي 45 درجة، ما بين الزاوية الاولى والزاوية الثانية 90، اذا الزاوية الاولى راح تكون سالب 45، او الاولى 45 الثانية موجب 45. اجي اعوض بهاي المعادلة، صفر 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 هذا راح يطلع صفر، هذا صفر هذا صفر هذا صفر يطلع صفر، يبقى عندي تو اكس واي اللي هي فقط تو تربيع تحت الجذر راح تطلع عندي بلس ماينس تو، اذا الماكسيمم نورمال هو تو، المينيمم نورمال ناقص تو، الماكسيمم شير تو، المينيمم شير تو، الافريج ستريس عندي طلع صفر، اذا مع الماكسيمم شير ما عندي هنا افريج ستريس، هو من كيف طلع صفر، وايضا مع الماكسيمم نورمال الشير اساسا يساوي صفر حسب ما ذكرنا بالمعادلات السابقه، فاذا حاله الستريس راح يكون عندي سواء النورمال ستريس او الشير ستريس الماكسيمم مالته هو 2. المثال السادس عندي حالة من الشيش حديد جاي اسوي له فحص تنشن بالجهاز مالت الفحص، اذا الاجهاد الوحيد المسلط عليه هو سيجما اكس اللي هو تنشن، ما عندي عليه لا سيجما واي ولا تو اكس واي، هذا ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني سيجما واحد وسيجما اثنين، لما اجي اعوض هاي القيم راح يطلع عندي سيجما واحد يساوي سيجما، السيجما اثنين اللي هو بالواي راح يطلع عندي صفر. في حالة الشير ايش راح يصير؟ اجي اطلع الزاوية اللي راح يطلع بها الشير، راح تطلع عندي 45 موجب 45 سالب، قيمة الشير هنا سيجما اكس هي السيجما اللي حصلناها بالجهاز،
سيجما واي صفر، هذا راح يروح، راح يبقى سيجما تربيع تحت الجذر، هذا صفر، راح يطلع الناتج بلس ماينس سيجما على 2. السيجما افريج هو سيجما اجزاء سيجما واي على 2، سيجما زائد صفر على 2، سيجما على 2. اذا الماكسيمم شير هو سيجما على 2، الافريج ستريس هو سيجما على 2 اللي هو يكون مصاحب للماكسيمم شير. الماكسيمم ستريس هو سيجما فقط، المينيمم ستريس هو صفر. فيقول to determine the proper orientation of the element، نعوض على بالمعادلة مالت ال 2x داش y داش، راح يطلع عندي سالب سيجما على 2 بالنسبة للزاوية اللي جاي يصير بيها الفشل بالشير او الماكسيمم شير. حقيقة هذا هو يمثل الجزء الاخير اللي هو المور سيركل، اللي هي حساب قيم الماكسيمم نورمال والماكسيمم شير وايجاد الزوايا مالتهم، ولكن بطريقة الرسم وليس باستخدام المعادلات. شكرا جزيلا والى اللقاء بالجزء الثالث.